عصابات الأسد المتمركزة هناك. النظام يحاول بكل قوته استرجاع برج استرباد، برج استرباد البرج الاستراتيجي المطل على بلدة سود، بلدة سلمى وقرية دوعيل. يحاول بكل ما من قوة استرجاع هذا البرج، دفع بمئات من الشبيحة وعناصر الجيش، والقوى البحرية مدعومة بالمدرعات تجري عن معارك عنيفة جدا في هذه في هذا البرج، بالإضافة إلى قصف عنيف جدا بمعدل 40 قذيفة في الدقيقة على هذا البرج بقمة النبي يونس وبرج تلة. غارات مستمرة للطيران الحربي على هذه المناطق، 6 غارات جوية منذ الصباح إلى الآن على مناطق الاشتباك خصوصا برج السربة. كما بدأ الجيش الحربي فتح جبهة جديدة، هذه الجبهة هي في قمة النبي يونس، هذه القمة أعلى قمة في سوريا ومطلة على كل ريف اللاذقية، حيث بدأ الهجوم عليها وقصفها بالصواريخ ومدافع الهاون. الآن الاشتباكات تدور حول قمة النبي يونس في محاولة من الثوار لتخفيف الضغط عن باقي الجبهات. النظام يحاول بكل ما يمكن من قوة استرجاع النقاط الذي خسرها في اليومين الماضيين، 8 قرى هي بيد الجيش الحر. الثوار تمكن اليوم أيضا من تحرير قرية أعرام الفوقانية، وهي قرية صغيرة تقع على طريق الحفة اللاذقية، وهو طريق استراتيجي مهم يعتبر الخط الأول للإمداد لمعسكرات الجيش المتواجدة في الحفة. في معسكر الطلائع هناك قوات عسكرية كبيرة، الإمداد يأتيها عن طريق اللاذقية الحفة. إذن مريف اللاذقية، ناطق باسم شبكة شام الإخبارية محمد أبو الحسن، أشكرك جزيل الشكر.